ما معنى قول رسول الله محمد صلى الله عليه وآله؟ اختلاف أمتي رحمة. عن صالح بن أبي حمد، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن عبد المؤمن الأنصاري قال: قلت لأبي عبد الله الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: أن قوما يرون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: اختلاف أمتي رحمة. فقال: صدقوا. فقلت: إن كان اختلافهم رحمة فاجتماعهم عذاب. قال: ليس حيث تذهب وذهبوا، إنما أراد قول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأمرهم أن ينفروا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فيتعلموا، ثم يرجعوا إلى قومهم فيعلموهم، إنما أراد اختلافهم من البلدان لا اختلافا في دين الله، إنما الدين واحد.